استطاع الكفيف محمد بن سعد أن ينير دربة من خلال كاميرا يستخدمها لتصوير كل اللي يلاقيه أمامه، واستطاع أن يتحدى أي عقبة تواجه حياته. محمد شاب فاقد لنعمة البصر، ألغى من قاموسه كلمة مستحيل. استطاع أن يثبت للجميع أن المكفوفين ليسوا أقل كفاءة أو قدرة من المبصرين، بل أن كثير منهم يمتلكون مواهب قد يفتقد لها المبصرون. انضم هنا في الاستوديو اخوي محمد سعد. اهلا يا محمد. يا هلا وغلا، حياك اخوي عبد الله. انا اعرف قبل، نعرف انك مصور، اعرف انك طباخ ماهر. ما في صور للطبخ، بس المكرونه بس بدت يعني في شباب يقول لي يحذروني منها انه يعني تحرقها احيانا. شو الوضع؟ لا ولا مره الحمد لله حرقت شيء ابدا. ما صارت، ممكن تصير بس الحمد لله لا ما صارت ولا مره صارت الحمد لله، لانه المسألة عندي حتى لما أطبخ طبخة بريحة الطبخة وهي على النار أنا أعرف إذا كانت استوت أو لا وفقاً للتجارب السابقة طبعاً. بس لا احترقت لا ولا مرة ما أتذكر. عاد في ناس قاعدين يستغلون وضعك أنك أنت طباخ ماهر، فقاعدين كل شوي يقول لك نبي نجرب. اشتراك فاهم عارف ذاكر نراك فعلاً. هو الفكرة أنه مش قصة طبخ أو تصوير قد ما هو مسج أحب أوصل للمجتمع أنه عمر فقد البصر مرتبط بالعجز إلا عند عقول بعض السطحية من الناس. دائما أحب أوثق النشاطات، وأنا دائما أقولها أحيانا أقضي على خصوصيتي، يعني أضطر أنه كل شوية أصور سنابات عشان بس الناس، يعني نقضي على خصوصية مقابل أن الناس تغير النظرة السطحية للمكفوفين وتعرف أن فقد البصر ما يكون عائق إلا للي فعلا يستسلم لهالفقد. يعني أنت تبغى تصير أنك مستسلم تستسلم سواء أنت مبصر أو نعم. أنت كفيف ما له علاقة. ممكن أنت مثلا ما تفهم مادة معينة تقول أنا ما أفهم، تقعد في بيتكم كتف تقعد. ممكن تكون مثلا فاشل بنقطة معينة ما تحاول تتعلم، يعني أنت معاق. الإعاقة مو شرط بالجسد. اي احد في العقل على طول يعتبر معاق، في العقل على طول اللي بالضبط. لان العقل هو اللي يعطي المسجات للجسد انه اوكي انت ما تشوف ما تشوف ما تشوف، عاجز 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 عاجز. بعدين لما الجسم نفسه وكل كيانك تتاقلم مع حكايه انك انت فعلا عاجز. يعني صدقت للحظه انك انت عاجز من زمان؟ لا ابدا. لا, لا 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 الحمد لله، لاني يمكن اغلب حياتي عشتها فاقد للبصر اذا مو كلها، فخلاص كيف نفسي، متعود انه فاقد البصر ومتعود دائما اوجد بدائل لفقد البصر. زي ما انت اشرت لبدايه اللقاء انه التصوير الفوتوغرافي دائما مرتبط بالمبصرين. ايوه انا على فكره يمكن في كثير يتابعوني من سناب الان، كثير تجيني شتايم على الكومنتس على بالمسجات، تجيني سب. سب لي؟ ما حد ينبسط بالسب، بس صدق او لا تصدق انا يعجبني. ليش؟ وش يقولون لك؟ انت تتبلع على نفسك. شو تتبلع على نفسك؟ انت كذاب اكيد تشوف، شلون تصور هالتيك بكل احترافيه؟ انبسط لانه اخذها من ناحيه ايجابيه، انه لو ما هم شايفين محتوى كويس ما كان شككوا باللي قدامهم، مع ان هذا مو عذر اكيد. طيب صورني، ايش رايك؟ صورتك؟ لا ابي صوره ثانيه. صوره ثانيه ابشر. يا اهل سناب شات هدوا شوي. ليش مزعجين؟ مسجات. طيب أخذ لك الآن صورة. أيوة. طبعاً الشاشة الآن شايف شيء أنت؟ لا أنا أتعمد أسكر الشاشة عشان ما حد يعتقد أن محمد ما يشوف. راح أصورك والشاشة مسكرة وأرجع أوري لك الصورة. طيب يلا. شو أنا أرفع إيدي ولا أضحك ولا؟ خليك عادي، بس أنت مطلوب منك أنك تتكلم عشان أحدد مكانك سنتر. طيب ها يلا كذا أبيك تصور. أخبارك؟ أنا أموري طيبة. بصورك أكثر من صورة عاد نشوف البست. أبي واحدة حلوة كذا لك. يلا يلا خلينا نشوف. سمايل. اثبت لا تتحرك، قاعد تتحرك بشكل بسيط. اخوي ثابت ما تحرك. يلا. خلاص؟ خليني اشوفها. يلا الحين اوريك الصورة اللي اخذتها، طبعا راح اضطر افتح الشاشة الان. ايه. الكاميرا وينها؟ الكاميرا في النص. ايوه. لا. هذه ايوه. شوف ما شاء الله. اي والله
شوف اللي قبلها بعد. اللي قبلها. ايوه صح. ها؟ شوف شنو؟ فابدا ما في اي ما في شيء اسمه. خليني مغمض عيوني ها؟ ليش تغمض عيوني؟ ما ادري. العيب مش في المصور، في المصور. حبيبي. لا صراحة يعني أنا الشباب تكلموا لي عنك وشفت بعض السنابات تخوف، وحتى الطبخ خطير يعني. تعرف البصل متى شو تعرف ان البصل هذا والطماطم ريحته بدا يحترق بدا ريحته وصوته الصوته ترى في اشياء الناس تتعامل معها بشكل افتراضي يعني خلاص بما انك انت تشوف اذنك ما تستخدمها بشكل كويس لكن لا هو في صوت الرز مثلا مسوي كبسه في لها صوت لما تقرب تستوي يطلع صوت ثاني انا اعرفه وهي داخل القدر ان الكبسه قربت تستوي حتى ما احتاج اكشف القدر يعني انت في البر العيال يعني يستخدمون قدراتك هذه ها يوميا استغلال قايل لي انك انت يعني جدا خفيف دم يعني ما قلت لك, ما قلت لك ها ما قلت لك اني خفيف دم لا مو بنت انا اقول قايل لي اي وشايف انا يعني كثير في السناب شات وكثير يتابعونك مو عشانك يعني تطبخ وكذا لانه في قفشات دائما تحطها يوميا في سناباتك دائما اي ليش وش تتعمد انه تكون يعني دائما احب امزح قصم قضيه العمى احب ابين حكايه العمى موضوع شيء فن بالنسبه لي تسخر منها بالضبط لان من 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 اكبر دلائل تغلبك على الاعاقه انك تسخر منها يجيني ناس تكتب لي الله يشفيك ان شاء الله والله اني حزين عشانك يا ويتر ما حتفكر قدك انا ما طقيت للعمى اصلا خبر عايش حياتي طبيعي ودائما اقول انه في تشانسز للعلاج ما مشيت فيها انت كان في شيء للعلاج وانت رفضت في 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 ليش رفضت في والله ليس هنا موضوع النقاش بس هي الفكرة أنه خلاص أنا عشت حياتي فترة كبيرة أنه أعمى وتكيفت معها تماماً سافرت لحالي ألقيت محاضرات لحالي دربت مكفوفين حتى على التصوير من غير ما أشوف فيمكن زي ما تقول أحس أنه العمى صار شيء يميز شيء يعطيني تحديات أني أسويها أنه خلاص لما أسوي الشيء اللي ناس تسويه افتراضياً أنا أسويه بصعوبة لكن أتلذذ فيه أكثر بصراحة محمد فخورين باللي تسويه كثير من المكفوفين ودي انه يعني يتغلبون على مشكله انه هو محتاج للناس يكون زي قوي جدا صراحه ما جاملك يعني ارجوك ما تنتقدني فكني منك في السناب ولا تقول لي استخف دمه وكذا فانا ماني بخفف دمه لا ترى مو طويل لسان ما ادري احس كذا راح تاخذ الناس عندي فكره ما ادري والله احسك يعني بتطلع من هنا تقول يا كنت مع ثقيل طيب لا يا حبيبي بالعكس تشرفت لو ما عزيتك ما صورتك بس ممتاز اذا كان كذا الامور طيبه شكرا لك محمد سلم لي قلبك يعطيك العافيه في امان الله